مرحبا يا احلى متابعين واحلى عائله يوتيوب في العالم كلياته. اليوم انا كثير مبسوطه لهذا الفيديو ومتحمسه له لانه صار في عندنا جيران جداد اجوا على الحاره، وهالجيران هدول انتم بتعرفوهم. اصلا الشعور كثير حلو انه يكون في عندكم ناس حواليكم تعرفوهم، وبالذات لما تكونوا عايشين في الغربه، فبصيروا الجيران والاصحاب هم عن جد اهل. والجيران الجداد هم عائله عصام ونور. كثير انا متحمسه ومبسوطه اليوم لانه حابه ارحب فيهم على تقاليدنا وعلى طرقنا العربيه. فيعني مثلا احنا اذا بيجي عندنا اي حدا جديد، الواحد بيروح بيسلم عليه، بتعرفوا على بعض، طبعا احنا بنعرف بعض، بس في هيك تقاليد واشياء حلوه انا حاب اليوم اعملها، فحاب اليوم اعملهم طبق فته. واحنا بنقول هيك يفضل انه الطبخه يكون فيها لون ابيض او اخضر، هيك اعملهم اجواء لهاي الزياره واروح عندهم. واهلا وسهلا فيكم بالحاره، فخليكم معي بهذا الفيديو، رح نتسلى ونقضي وقت مع بعض، رح اطبخ وبدي اشوف ايش الاجواء اللي رح اسوي لهم اياها. وجايز لا تنسوا تعملوا لي لايك اشتركوا في القناة، اتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وهلأ جاهزين نبلش؟ يلا ليتس جو. طيب جايز، أنا موجودة في المطبخ وبلشت أحضر الوصفة اللي هعمله اليوم، هي الفتة، فتة الدجاج أو اللحم. طعمها بشهي 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 كتير. الأشياء اللي رح أحتاجها هي رز، لبن، اللحمة المفرومة، وكمان رح أحتاج نعناع كتير 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 نعناع، وخبز مقطع عشان أقليه، مرقة الدجاج، وثوم مدقوق. اللحظة الحاسمة. واو، اهم شيء. وهلا هيك عم بعمل الرز، عملت خلطة اللبن مع النعناع والثوم، جهزتها. وجايز هاي صحن الفتة صار جاهز، يعني اطيب فتة ممكن تدوها بحياتكم. ان شاء الله تعجبكم الطريقة، اذا قدرتوا تتبعوا معي بالخطوات حاولوا اعملوها. يا سلام، شو رايكم نور؟ والله عائشة رهيبة زينة. رهيبة، بس بدنا ندوق يعني. مش لإلكم سوري، هاي للجيران. جايز جهزت كمان هيك شوية أشياء، معجبة كتير ومبسوطة، جبت لهم باقة ورد. أحلى شيء كمان الواحد يوصله هيك لما يكون ناقل على بيت جديد، باقة ورد أو شيء نبتة خضرة. وكمان في هذا حضرته لنور، إن شاء الله يعجبها. فهدول الأغراض صاروا جاهزين، وكمان الطبخة جاهزة. مين ضل مش جاهز؟ شوفي لا تطلعي علي دعايه، يلا عليكي. انك مش جاهز؟ مين ضل مش جاهز؟ نور لا حبيبي. وهي شوفوا 90% من الاوقات بتكون هي اللي مش جاهزه. يا الله يا الله، طب انت جاهز؟ برافو. لا انا بخلص على الوقت، معظم الاحيان ما بتخلصي. بخلص على الوقت بس باخذ وقتي، صح ولا لا؟ اعترف. 2000 years later. صح، خليها هيك الكلام. اوكي تمام تمام. هيك تمام. فرق الطول يا جماعه، فرق الطول. اوكي جايز، سو هلا شوي ورح بس اجيب هيك كل التفاصيل والاشياء ورح نطلع عند جيراننا. هلا هلا، في اغنيه خاصه للجيران ولا لا؟ هي هي نفسها. هلا هلا. يا ريتك جارتي وساكني بحارتي. بنت الجيران شغله لنا عنانية. وفي كمان اغنيه لنانسي عجرم، ابن الجيران اللي هنا قصادي. تعالي نعمل الفيديو هذا بس لاغاني. شوفي حوالينا كمان اغاني للجيران، اكتبوا لنا بالتعليقات ايش في اغاني للجيران. يا بنت الجيران ترنا ابوك وصاني. صح. وفي تبعيت حنا السكران العلاء بنت الجيران ولا وتذكري حن تبد عمي لطش بنت الجيران. منور بنت عم بيصور بنت الجيران. عم بيصور بنت الجيران. هلا بدنا نروح نصور بنت الجيران. الحاره صار فيها حركه، وفي كمان تبقوا بتشوفوا يعني في كمان جيران ثانيين. صح، ما رح نحكي لهم سر، ما رح نحكي لهم، مش هلا، بفيديوهات ثانيه. فيديوهات تانية. اوكي جايز يلا خلينا قبل ما نتاخر على جيراننا. جاهز حبيبي؟ جاهز. هديه والطبخه عندك، الورد عندي. ماشي يلا تعالوا معنا ليتس جو. يا ريتك جارتي وساكني بحارتي. تفضلوا. جايز يعني احنا طلعنا بالسياره بس عشان في اغراض، بس هم يعني بالضبط بالضبط دقيقتين شارع بيننا وبينهم، ف هينا وصلنا. هاي يا جيران. يا جار. يا ابو اليكس. احنا الجيران المزعجين صرنا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. تفضلوا تفضلوا. Thank you.
ماريتا حب وغرام مع نور يعني كثير بتحبه اول ما بتشوفه لنور دغري لعنده ركب على طول على طول رفيقتي ماريتا واليكس اهلين واليكس اهلين مريم سلامتك حبيبي أليكس سلامتك أليكس ليش عم تعطيه؟ شو بدي أعطيه عم بعطيه هدول شانيس كودي تسلمي أحلى لعبة أحلى شيء على فكرة الأولاد ما حري حالك إنه ما تشتري ألعاب لأولادك لازم ليصير عمرهم سنتين يا الله لازم أخذ منك نصائح هلا عن جد لأنه الأولاد بهالعمر ألعابهم شغلات المطبخ طناجر حلو حلو كثير فيش داعي الواحد تعب حاله هاي يعني أحلى لعبة صح؟ إيه أحلى لعبات هدول احنا كثير مبسوطينكم انتم صرتوا جيراننا وبالحاره وهيك حتى اليكس ذاك اليوم عزه ونور عزونا يا الله طيب خلوني يجوا يعني توزع احضان بالدور ايوه يعني كل واحد بتعطيه حقه بدي غفوة تروح أخير يا عمري أنت حبوبتي كيف شايفيني السكنة بالحارة هون جنة هل شوف أنتو جيران حبيبي والله يا جار طبعا أنا ما بقول له لعصام غير يا جار بطلت قل له عصام أصلا حتى لو عصام أشوف ماري بعدين إحنا هلأ جايين بالسيارة بس يعني هي بالضبط دقيقة إذا شوي عم نهرول يعني عم نشقد شوي بنوصل حتى أليكس وماريتا بيراقبوا نور وعزة إذا كانوا عم يتمشوا هنا يعني معناها عندكم أخبار هلأ الجو مراقب عصام هاد لإلك خلص أنا منيح لأنه عصام بيحب بطنه أها ياكل هاي أنا عادي أنا هاي لإلك واو شوف يا جاي وحبستك لا يوم أنا مبروك مبروك آدم وليان تعرف عزة أنه أنا هلأ لحد اللحظة هاي أنا بخربت اليوم والله عم تمزح والله عظيم يا الله يعني أليكس صار ما يخربت وأنا بخربت طب كيف بتفرقوا بينهم؟ هلأ نور أشطر مني نور هذا ليام أوكي وأندومي طب كيف تعرفي؟ أنا بصراحة بميز بيناتهم ما بعرف هيك خلص إيه بميز الفشي على ليام وهذا هلا بالجسم في علامة أوكي ليام اللي عنده هون برجله من ورا في شامل حبيبي بس آدم ما عنده أنت اللي معصبة المنظر بجنن يعني أفهم من هيك يا جايبو يا مشتهي رح ناكل معاكم الطبخة هو شيء كتير حلو انتم شيء مشتهيين عليه عم تشاركونا فيه الله والله العظيم شكرا كثير لكم والله انا حاسه شكله بيشهي انا لما بدكم تحكوا انت بدك تاكلي انا ببلش اكل شو حبيبي شو الوضع يا جايبه يا مشتهي يعني عملناها والله انت اللي عملتيها انا كانت مهمتي النقل بس اوكي ماشي انا ريحتها حاسه بتجنن كثير طيبه ما بالك انه عزه كمان نفسها طيب على الاكل يا الله فكيف بده يكون الطعم صحه يا حبايبي صحه هذا ليكو انا ماسك كمان على ايديه والله العظيم بتجنن صحه صحه في بوبو زعلان بده ياكل تركينه لحاله اكل 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 ولبن وها لا 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 الصوفا انا هستلم هذيك الصوفا حلو كثير نور نعم حبيت الموضوع انت يا الله ما بتخلوا الواحد ينام ده وحرام ومتغطي وهيك واشياء عم بصور كمان خلص هذا اللي بده ياكل اكل فيه لبن تعالي بنروح عندي على البيت اي خلص يلا كل شيء باي لا ما في ممكن والله شو قلت خلص روح بعدين حكا اوكي سبحان الله عزة في انت كثير شغلات مثلي عن جد بدون سكر الشاي بشرب بدون سكر مثلي ولا كان بشرب بدون سكر عشان انت سكر لكترتي والله نور ما تشرب شاي حبيبي ليك انا كاستي صارت قدامي عن جد من زمان متمنين يكون في عندنا جيران هيك حوالينا بنعرفهم حتى اصحابنا والله بالسويد ما كان عندنا كمان جيران انه اجينا وعزة صارت جارتي كمان يا الله والله بنشكركم كثير يعني عن جد كثير مزوقين حبيبي شكرا شكرا جايز وبهيك رح نشرب الشاي على رواق وبنبقى بنصور لكم اكيد ان شاء الله فيديوهات جايه مع بعض ان شاء الله بدنا نعمل صبحيات انا وياكي هيك اشياء جينا صبحيات والبيبي جاي على الطريق والبيبي جاي على الطريق قلت لها انا لعزة بكره بس ولادي ما تاكليهم شو ما بيصير معك البيبي مغص نور البيبي مغص جايتك خلص انا ما تاكليهم انا طالما جنبك ما تاكليهم ابدا ان شاء الله جايز ان شاء الله تكونوا
تكونوا انبسطتوا في هالاجواء الحميميه والطبيعيه اللي حبينا نخليكم معنا فيها. اذا انتم جداد على قناتي بليز ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب اشتركوا فعلوا كل شيء بنعمل على يوتيوب اعملوه. وراح اترك لكم كمان قناه عصام ونور قنواتهم كلياتها موجوده تحت في صندوق الوصف. بحبكم كثير. باي.